السلام عليكم، نهاركم مبروك. اليوم باذن الله ندير لكم وصفه تاع البانكيك، طلبوها مني الاطفال. القهوه تاع العشيه المقادير سهله. بسم الله. عندنا زوج حبات بيض، عندنا كاس حليب تاع 220 مليلتر، وحده خماره، عندنا ثلاث مغارف زيت، وعندنا زوج مغارف سكر. السكر عسب الحاله، ونديروا غير زوج مغارف بزاف خاطرش من بعد نديروا فيه شوكولاته للطري. وعندنا خمس مغارف فرينه حتى لستة على حساب الفرينه. وعندنا مغرف خل. لا نديروها، نكسروا حبه البيض تاعنا هكا، عندنا لافاني، ندير شويه لافاني، لافاني ليكيد، ندير غير شويه تاع باسيت سال هكا. مغرف ما نعمروهش بزاف تاع خل، نبقى نخلطو هكا حتى نحسو بلي السكر ذاب. لازم يذوب السكر، نديرو زوج مغارف سكر ونخلطو، ثلاث مغارف زيت. وخلطو مليح، نديرو خمس مغارف فرينة بعد ما كنا غربناهم. خمسة، ثلاثة، أربعة، لازم ما تجيش ثقيلة ثقيلة بزاف، شويه كون تجي ثقيله بزاف تجي كشغل معجنه. كيما لاله هنايا ما شربتش الفرينه تاعي، نزيد مغرف فرينه، لازم ما تجيش ثقيله بزاف. نص مغرف تاع خمار، ندير شويه زبده هكا، نقتل بغيت ما نخلوش ناخذ. نبداو كيما تلاحظي، ندير غير شويه هكا، نكملهم كاع كامل بهذه الطريقة هاك. هذا الطياب. وفي الأخير هذه الوصفة تاع البانكيك تاعنا، جات روعة. الدراري مقلقين باش ياكلوها. هيا نقولكم بصحتكم.